السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. بخصوص مدرب جمال بالماضي وعدم استقالته لحد لهذه الساعة اللي راني نتكلم فيها، وعلى الورق هو اللي مازال مدرب الفريق الوطني كما راهم قاع يقولوا حتى في بلاطو الشروق. المنشط خالد كان يتكلم في كلام واقعي، كلام كما يقول لك قانوني، ما راوهاك ما راوهاك. اليوم تكلم كلام قانوني مع من؟ مع ياسين معلومي. خالد المنشط يقول له باللي ما نقدروش نديروا مدرب وما نترابطوا مع مدرب، على جال انه جمال بالماضي لحد الان مازال ما فسخش العقد. ياسين معلومي دخل معاه في مشادات، مش كلاميه عياط ولا، لكن في هذيك معزه ولو طارت مع ياسين معلومي، ولا غير يضحكني انا ياسين معلومي كي يكون يتكلم كي يخشن راسه. تكلم وقال له ما عندها حتى اهميه يجي مدرب اخر، وجمال بالماضي راه قال له وقالت له الاتحاديه انه راك مستقيل. هكذا ياسين معلومي تكلم كانه الاستقاله تكون شفهيا، لكن خالد كان ياكد له انه المدرب الجديد عندهم، انه هاد المدربين طولنا باش جبناهم، هو المشكل الاول عدم تقديم جمال بالماضي الاستقاله او الاقاله من الاتحاديه مباشره. هادو هما الزوج حوايج اللي خلاو المدرب الجديد ما قدرش يجي يوقع، وخافوا يجي يوقعوا مع الفريق الوطني حسب كلام خالد. وياسين معلومي قال له لا، قال له يقدر يجي اي مدرب الان يوقع على اسمع مع الفريق الوطني، وهذه ما هيش كاع مشكله. اسمعوا معنا الفيديو، كان نقاش مثير ومثير جدا. ما عندناش مدرب المنتخب الاولمبي معين ثابت، لانه مرحله انتقال لو يتم عدم الكشف من سيقود المنتخب الجزائري في مدرب جديد. راح يجي مدرب جديد. يا خالد انت قبيله قلت جمله، قلت انه جمال بالماضي مازال ما فسخش اسمه العقد. لا سير هذا قلت انه جمال بالماضي مازال ما فسخش. شوف خالد، انه الاتحاد الجزائري لكره القدم في اخر رساله وجهها للمدرب الوطني، اخر رساله لما كان ان ايشانج دو كويي، اخر رساله وجهها الاتحاد الجزائري انه علم جمال بالماضي باللي مش هو المدرب القادم للمنتخب الوطني. موافق صح هذا من جهه. من جهه ثانيه انه قالوا له انه الاتحاد الجزائري لكره القدم بصدد البحث عن مدرب يعني اسمه جديد، معناه انك خارج القائمه. وثلاثه انه الاتحاد الجزائري لكره القدم من حقه في الدوره القادمه يعني يجيب المدرب الذي يراه مناسبا. اليوم خالد انا هنا نحبسك ودوك يتكلم المنشط. انا على حسب رايي المتواضع من قناتي عبدو سبور نقول لك باللي ما يقدروش يديروا مدرب اخر حتى تكون اقاله او استقاله قانونيا في كل شيء، ما تقدرش تدير حاجه على حاجه. وزيد على ذلك الكلام اللي تكلمته انه الاتحاديه خبرت وما خبرت وبعتت وما بعتت شفهيا وكذا، لكن ما خرجش الكومونيكي باللي هذه هي إقالة جمال بالماضي مدرب الفريق الوطني السابق، هكا ما يكتبوا. ما خرجتش هضرت شفاهيا، بعثوا له باللي فوالا راك 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 سما راح نجيبوا مدرب واحد اخر. هذه ماهيش إقالة خويا ياسين معلومي. زيدوا تابعوا معنا النقاش وش راح يقول خالد. ياسين فسخ على مستوى الفيفا من الناحية القانونية يمضي على بري كونترا، لا باش يمضي على العقد. خالد اليوم ممكن يوافق. لا يستحيل ياسين، يستحيل انك تمضي على العقد ومدرب موجود. شكون هذا؟ مدرب سابق. ها سيدي انا هون نجيب مدرب، انا سيدي من البطوله واسمه سمو المحليه دي زون فلا ناسيونال، ما عندهمش من با الكاف راهم يقعدوا في البوق. خالد حاجه اخرى. لا ياسين انك خالد مدرب مستحيل. لا عندك ناحيه قانونيه. لا خالد راك غلط. خالد ونزيدو لا ماهيش غلط. واش عليه؟ هذه لانه تقدر يستحيل انك تمضي عقد مباشر وتسلو على مستوى اليوم. واش عليك اليوم خالد؟ هو ينجم جمال بالماضي ما يقبلش بالاقتراح اللي مدوا له الاتحاد الجزائري لكرة القدم. اوكي. هو واش يدير؟ كاين نزاع بيني وبينك انا في الفيفا. دوك معناها انا ما نجيبش مدرب حتى نفسخ واسمو العقد تاعنا. لا واش عليه؟ انا او خرج من صحفي اخر قال له اوبليغاتوار. لازم يتفسخ العقد بين جمال بالماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم باش نقدروا نعينوا مدرب اخر.
هذه هي القوانين نتكلم الان قوانيننا، ماشي نتكلم نحب رياح ولا ماشي بريح، هذاك شيء اخر. نتكلموا الان على السمة، الحاجه اللي تخلينا نقدروا نجيبوا مدرب اخر، هي لازم جمال بالماضي يبعد باقاله او الاتعاب استقالته او الاتحاد هو اللي يقيله. زيدوا تابعوا معنا ياسين معلومي اللي تقلق شويه. خلق العين بسن، العين بالعين والسن بسن، والبديع واسمه أظلم. أنا وياك وش فاش قلت لك؟ أنه الإتي أنه حتى ولو جمال بالماضي هو ما يقدرش ياسين. كاين حل واحد، أنك تديرها بري كونترا. بري كونترا بري كونترا يعني اللي تخيل هذا الحل. هذا نقاش آخر، والمنتخب الوطني اليوم أنه بعث لا واش خلق؟ هذه المعلومة بعدين فيها سؤال. نعطيك الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعث لي دو كونترا لي دو زونترينور، راهم نيغوسياسيون مع لي زونترينور معاهم. اليوم راهي في مفاوضات جزئيات جزئيات، شكون يسمح له وشكون ما يسمحش له. ولكن خالد يعني المنتخب الجزائري راح يلقى مدرب. خالد طبعا نعطيك معلومه ياسين، تفضل. من خلال التاخر هذا اللي كان مع المدرب يسير اوبيتكوفيتش، هناك تخوفات كبيره من المدربين، وهذا التماطل بسبب المحيط في كرة القدم، من 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 لاعبين، من جمهور، من إعلاميين، ضغوطات كبيرة، وحتى بالنسبة لطريقة فسخ العقد مع الجمال بالماضي الذي لم تتم بعد، لهذا فيه التماطل وفيه التخوف من الكثير من هذه المنتخبات الكبيرة. أخويا خالد كي يكون منتخب كبير المدرب تاعو تكون عنده هذيك الرهبة والخوف، راهو شيخ على باله مدرب كي يروح يحكم فريق كبير تحكموا هذيك الخوف. ولهذا لانه عدم فسخ العقد بطريقه رسميه اللي خلت في بعض التخوفات من المدربين للقدوم. هي ويقول لهم خالد المنشط ويتكلم قانوني عجبني ولا غير عجبنا ويتكلم ديريكت او حيادي كما رانا اليوم، رانا لاحق لاحق يا اخي مارتين. دائما احنا حبينا جمال بالماضي يقعد، لكن اليوم حبيت نكون حيادي، نكون قانوني، نتبعوا قوانين الرياضه والقوانين نعرفوها باينه، هذه حاجه سهله. قال له المشكل العويص اللي ما قدرناش نستقدموا مدربين هاد الزوج وخيروا فيهم واحد، هو مشكل تماطل سمى الاقاله او الاستقاله تاع جمال بالماضي. نطق هذاك اليوم انسان محترم على كل حال. قال له احنا منتخب كبير على بها خافوا. لا يا اخي ما نغطوش الشمس بالغربان، كاين قوانين رياضيه، واحد راهو على راس الفريق الوطني، ما اقيل ما استقال ما تقدرش تزيد عليه مدرب. انا هذا واش نعرف، وكاين معانا بجماهيرنا هنايا اللي عندهم خبره كبيره في هذا الشيء، اعطونا كاش واحد يكون قريب من المحاماه، قريب من شيء مثل بهذا المثيل، يعطينا القوانين، يعطينا القانون اسكو يقدروا ولا ما يقدروش، ويكون محايد كما رانا اليوم. زيدوا تابعوا معنا ويتكلموا في البلاطوات. مشكل خالد، انا نفهم من عندك معناها كل المدربين اللي كونتاكتيهم يقول لك لا خلاف الجزائر فسخنا العقد، ولا لا عندك وعلى غير احنا اللي فسخنا العقد. هم خالد في كاس افريقيا، واش فسخناش العقد في كاس افريقيا الاخيره هذه خالد؟ كان اقاله مباشره، ماشي كانت اقاله مباشره، فسخ العقد هذه لانه تم فسخ العقد. هذه الإشكال اللي راهي على مستوى كانوا إقالات مباشرة. أنت قلتها بفمك ياسين معلومي، أنت هدرتها بفمك، كانوا إقالات مباشرة. يعني قال له خالد المنشط، قال له فسخ العقد، سمرة قلتها، احنا ما كان لا فسخ لا إقالة لا استقالة، ما كان والو، مازال ما بان والو. لحد الآن على الورق تحوس في جوجل تلقى أنه جمال بالماضي هو المدرب بالفريق الوطني الجزائري، على الورق تكلم. زيدوا تابعوا معنا واش تكلموا في الاخير. ما كاش اشكال، انا ما كاش اشكال على بالي بلي الاتحاد الجزائري يعني العقبه سيقود المنتخب يوم 3 مارس. يا مالك هاي باينه الامور، شحال من اليوم يا سيدي واحد كاس العالم ولا نجيب مازال ايام. هذاك واش قال له هنا ياسين معلومي؟ قال له على هذوك الربع مباريات، قال له خالد، قال له رانا قريب نلعبوا الدوره هذيك اللي شحال احنا نستناو فيها. ياسين معلومي قال له على جال هذوك ربع مباريات جيب برك مدرب منا ولا منا، هكذا قال له والله العظيم خاوتنا. رانا 25 3 مارس. في عديد المرات المنتخب الجزائري كان دخل في مشكل هكذا، لا وجبنا انتريو منا كان في خطر، ولهذا طرح اسم رابع سعدان، لهذا طرح الشيخ رابع سعدان ربما يكون في مرحله انتقاليه. انا ما نضش مرحله انتقاليه سعدان، انا تكلمت معاه ما عنديش حتى تلقيهم، قال لي ما كان حتى انا ما نضش مرحله انتقاليه نضم بلي كان. هل المنتخب شيخ عاشوري وشيخ هشام، هل المنتخب الوطني مكلف انه سيتجه نحو خيار المدرب المؤقت؟ بدون شك
بالنسبة لي راح تكون مفاجأة أن مدرب أجنبي هذا العقبي أو يتكلم يكون يعني مفاجأة اللي تصرر هو قلنا مش الأسماء هذو قال أنا هذو عليهم أنا نحس أنا مع العقبي أنا هذاك صاحبي ولا العقبي أنا نحس باللي راح يكون مفاجأة ال منتشر المدرب هذا مرحلة راح يسوي ابتسامة للجمهور الجزائري والإعلام الجزائري راح يجيب لنا مفاجأة بإذن الله لنخرجوا من هذا الموحد قال اللي تكلمنا عليه ربي ان شاء الله والمدرب هذا راح يدخل ويقعد في البون دو توش وبعد انا نعيط لخالد نقول له خالد تاع المدرب باش يلعب لا انا قلت لك لا ياسين انه باش تفسخ ممكن تجيب اي مدرب يكون في لكن المدرب الاجنبي اذا كان شرطك لازم يكون عقد رسمي لازم يكون فسخ العقد مع المدرب السابق هذه ناحيه قانونيه لكن الاخ خالد يعني لما تشوف يعني رئيس الاتحاديه وليد صادي يعني يتكلم بثقة ويتكلم هنا العقبي كان قال لهم ما رانا نشوفوا رئيس الاتحادية يتكلم على وليد صادي يتكلم بثقة انه فراها مع جمال بالماضي في الكواليس ما حبش بك يخرجها للعلن انا ما نظنش ذلك خالد اليوم منشط كان مصارم في اسئلة دياله ونزيد نقول ياسين معلومي عاود راجع القوانين تلقى باللي المنتخب الوطني الجزائري والمدربين هادو اللي راهم جايين ما يقدروش يوقعوا مع الفريق الوطني إلا بإقالة جمال بالماضي أو استقالته هو بالتراضي اسمه هذا هو القانون وهذا هو الشيء اسمه اللي مضروب اسمه الفيفا تتعامل به لو عندك واحد راهو على رأس فريق وطني مثل جمال بالماضي حتى تكون الإقالة والاستقالة باش يجيك مدرب آخر ونزيد نعاود لكم بأنه هذه هي الأشياء اللي خلات تماطل في المدربين الجدد باش يجوا بيسيرو أو بيتكوفيتش اللي كانوا جايين هنا للجزائر المشكل هو تماطل في إقالة واستقالة جمال بالماضي ونعود نقوله أنه جمال بالماضي على الورق أتكلم أنه مازال هو مدرب الفريق الوطني الجزائري لحد هذه الدقيقة اللي أنا نتكلم معكم خير فريقنا الوطني خير بلادنا الوطننا هذا اللي هو ساكن فينا هذه هي الجزائر اللي لازم نوقف معها حتى ويجي مدرب آخر نزيد نقولها من هذا المنبر نوقف معه لأنه بكل بساطة الراية الجزائرية قبل كل شيء الراية الجزائرية قبل كل شيء هذيك هي نوقف معه إلى نجح نفرحه وإلى خفق ننتقده لكن انتقاد بناء وإن شاء الله ما نقيسه الشخص في شخصه أو نتكلمه بأسماء أخرى على أشخاص لأنه بكل بساطة تربيتنا ما تخليناش نقوله هذا الكلام شكرا لكم تابعونا في قناة عبد السبور فعلوا الجرس سلام.